دلوقتي نشوف لو انا عندي كيرف ازاي ارسم من خلاله سيرفس. خلينا نبدا نقول له ان احنا عايزين نرسم لاين او بولي لاين اهوت، وابدا ارسم وخلي الشكل بتاعي ينتهي بنفس النقطة، يعني حاجة تكون كلوز كده. احنا رسمنا الشكل بتاعنا اهوت. طيب وهاجي هنا بقى من الادوات هنا واختار سيرفيس فروم بلانر كيرف، هدوس عليه وبعد كده اختار الخطوط ديت وابدا ادوس انتر. فيبدا يتحول بالشكل ده. طيب خلينا نيجي هنا عند البروبرتيز الخصائص، انا كده مش عامل سيلكت على حاجه خالص، فجايب لي خصائص الفيو بورد. لو جيت دوست هنا فهيقول لي في كيرف وفي سيرفيس، كيرف اللي هو كان اترسم الاول، والسيرفيس لما انا جيت هنا وقلت له ان انا عايز ارسم السيرفيس من الكيرف. طبعا دي ادوات كتيره جدا، كل واحد فيهم بيبقى لها استخدامات، هنبدا نشوفهم مع بعض. يعني في حاجات مثلا بيعتمد ان انا ارسم مثلا ثلاث نقط وهو يبدا من خلالها يرسم، او اربع نقط يبدا يرسم لنا السيرفيس بتاعنا بالشكل دوت. طبعا نقدر ندوس على السهم دوت ونختار شيدد مثلا عشان يبقى معانا بشكل افضل.